ربما كانت الفكرة المأخوذة عن العلماء هي أنهم يقضون معظم أوقاتهم في المعامل والاكتشافات والتجارب. سنخبركم بالحقيقة، وهي أن هذه الأشياء تراها في السينما فقط، لكن في الحياة الواقعية نجد أن عمل الباحثين أكثر سهولة وبساطة. أحياناً تكون التجارب عبثية بل ومضحكة قليلاً، لكنها لا تقل أهمية، سنحكي لكم عنها في هذا الفيديو. لدغات البعوض. لعلك تساءلت كيف عرف العلماء خصائص لدغة الحشرات؟ سؤالك في محله. اضطر العلماء لتعريض أنفسهم إلى هذه اللدغات من مختلف الحشرات من أجل ذلك. هكذا كان يفعل جاستين شميد، عالم الحشرات الأمريكي الشهير، الذي اضطر لتعريض نفسه للدغات الحشرات السامة لأكثر من 1000 مرة من أجل أن يقوم باختراع مؤشر يقيس شدة ألم اللدغة. الباحث الأسترالي المعاصر بيريل روز اضطر لفعل نفس الأمر، لكن لأهداف أخرى في الحقيقة. يكمن الأمر في وجود بكتيريا في جسم البعوض الذي يستخدمه العلماء بشكل صناعي تحت اسم والبخية. لا تسمح هذه البكتيريا للحشرات أن تنقل معها حمى الضنك الخطيرة، وهو مرض فيروسي يصيب 4 ملايين شخص سنوياً. هذه الحمى يمكن أن تلحق الجسم بضرر ما ليس له علاج، مثل شدة النزيف الداخلي. عندما يسمح العالم روز لهذه الحشرات بلدغه، فإنه يقوم باختبار مدى فاعلية العمليات السابقة التي قام بها. التجربة تمر بنجاح حتى اللحظة الحالية. على سبيل المثال، حمى الضنك اختفت تماماً من شمال كوينزلاند، لكن سيضطر العلماء من زرع البكتيريا التي تحدثنا عنها بشكل يدوي لمليارات اليرقات، وربما يستغرق الأمر 10 سنين من أجل تخليص العالم من هذه الحمى. العلاج بالموسيقى. يمكن للمقطوعات الموسيقية أن تؤثر بشكل مختلف ليس فقط على الإنسان ولكن على الحشرات أيضاً. نحن لا نعلم كيف وصلت الفكرة إلى أدمغة العلماء الأمريكان. من الممكن أنها أتت إليهم عن طريق الصدفة، لكن الواقع لا ينكر. قرر الباحثون مراقبة سلوك البعوض بعد سماع موسيقى ديبستيب سكريليكس. أدهشت نتائج التجربة العلماء. هذه الحشرات التي كانت قيد التجربة والتي سمعت الموسيقى، تقلص لديهم حبهم للدماء وقاموا بمجامعة بعضهم البعض. هذه ليست مصادفة، لأن البعوض لم يتجاوب بنفس الصورة عندما سمع أغاني أخرى. يكمن السر في نوع الموسيقى الذي يجمع ما بين التردد العالي والمنخفض. كل هذا يضلل الحشرات مصاصة الدماء، مما يقلل من خطر هجومهم على البشر. جمال المشاعر. نحن نبكي من فرط الحزن أو الخوف أو القلق أو عندما نكون سعداء بحق، لكن الدموع ستكون في أي حال واحدة، وهي شفافة ومالحة وسائلة، أليس كذلك؟ لا، بشكل أدق سيكون هذا شكلها الخارجي، أما التكوين الداخلي للدموع سيختلف. قرر الفنان الهولندي موريس سيميكيرس منذ عدة سنوات أن يرى تحت المجهر كيف تبدو دمعة الإنسان، ونظر إليها مرة أخرى وأخرى. أدهشت النتائج الباحث. اتضح أن نماذج الدموع التي أخذها من أشخاص مختلفة، أو حتى لو كانت من شخص واحد، ليس لديها بنية كريستالية واحدة. لذلك دموعك التي تظهر لديك عند لقائك بشخص ما بعد فراق طويل أو عند تقطيع البصل ستختلف ليس فقط في مصدر البكاء ولكن في المكونات. شائعة منذ الطفولة. لعل الكثيرون خوفوك في الطفولة أن فرقعة الأصابع شيء ضار، ربما ستؤلمك أصابعك بشدة بعد 20 سنة وستعاني من التهاب المفاصل. من أجل معرفة الحقيقة قام أحد العلماء اسمه دونالد إنجر بقضاء عمره كاملاً البالغ 60 سنة لاكتشاف العاقبة. نعم، لقد قام الباحث بفرقعة أصابعه دون أن يتوقف في يده اليسرى، ومن أجل توضيح الفارق
لم يقم بنفس الأمر مع كفه الأيمن، لكن لم يكتشف أنه كان يعاني من التهاب المفاصل في أي منهما. لقد حصل إنجر على جائزة نوبل للحماقة العلمية نتيجة هذه الاختبارات. عميل متخفي. سافر البريطاني توماس تويتس ذات مرة إلى جبال الألب السويسرية منذ عدة سنوات للقيام بمهمة عجيبة. يكمن الأمر أنه عاش جنباً إلى جنب مع قطيع من الماعز، كأنه واحد منهم على مدار 3 أيام. لا يعتبر توماس عالماً مهنياً. سمع من أحد معارفه أن الماعز أكثر ذكاءً مما نعتقد، فقام الشاب بارتداء بدلة الحيوانات وانطلق في رحلة استكشافية. كان الأمر صعباً عليه في البداية. حاول أن تمشي 2 مترين على قدميك ويديك وأنت تنزل من الجبل، بالإضافة إلى أن الكثير من الماعز تعامل معه بشيء من الشك، لكن توماس فعل كل شيء يمكن فعله من أجل أن يكون واحداً منهم. لقد قام بشم الذكور الأخرى وأكل العشب الطازج. اتضح أن أفعاله أتت بنتيجة مثمرة، فهو على أقصى تقدير عاد من الألب حياً دون أن يصاب بضرر، وحقق ما أراد خلال 3 أيام. الحيوان الآلي. يمكن أن تحل الأجهزة الإلكترونية التي تحمل عقل الحاسوب محل الكلاب، حيث لا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، كما أنها لا تمرض ولا تموت. هذه الحيوانات الآلية في اليابان موجودة بالفعل، ولكن ليس في مجال الصناعة. لذلك قرر العلماء معرفة كيف ستتجاوب هذه الحيوانات الآلية مع الحيوانات الحقيقية قبل أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا. بالطبع أغضب شكل هذا المخلوق العجيب أي كلب حتى لو لم يكن عدوانياً. يبدأ الكلب في النباح على الحيوان الغريب، لكنه سرعان ما يثير اهتمامه. على سبيل المثال، يقوم الكلب على حذر بشم الجهاز الآلي ويهز ذيله. أما بعض الكلاب الذين تم تركهم مع صديقهم الجديد لفترة أطول، بدأوا في جلب الألعاب المسلية التي يلعبون بها لهم. مقيمو الفن. يستطيع الحمام أن ينظر إلى نفسه في الصور. هناك تجربة قام بها العلماء، وهي أن الحمام ينبغي عليه تقييم صور الأطفال من حيث الجودة. ما هي الصور الجيدة وما هي الصور السيئة؟ هذه المهمة ليست سهلة، خاصة لوالدي المواهب الشابة. لكن الحمام في التجربة لم يكن منحازاً لأحد، وبالفعل قام بالإشارة إلى الصور التي رسمها بشكل أفضل من بين الصور الأخرى. البط الملون. يناير 1992 كانت هناك سفينة تحمل بضائعاً صينية من هونغ كونغ إلى أمريكا. تعرضت السفينة فجأة إلى عاصفة وغرق الجزء الأكبر من الشحنة في المحيط، بما في ذلك 7200 بطة بلاستيكية وأكثر من 20,000 لعبة مطاطية من ألوان مختلفة. المادة التي صنعت منها هذه الحيوانات البلاستيكية معمرة، لذلك يمكن أن تسبح في المحيط لعشرات السنين، وهذا ما حدث. يعثر الأشخاص حتى هذه اللحظة على هذه الألعاب على شواطئ البلاد المختلفة، وهذا ساعد العلماء كثيراً وفقاً لكلامهم في فهم بنية التيارات المائية التحتية في مختلف بقع العالم. هي تجربة واسعة النطاق لم تكن في الحسبان. الذاكرة الرائعة. تتذكر الغربان وجوه الأشخاص بشكل ممتاز. على سبيل المثال، هذه الطيور تتعامل بلطف مع الأشخاص الذين يطعمونها. يكفيهم أن يروا الشخص الذي تسبب في إلحاق الألم لأي من أفراد السربة مرة واحدة فقط. هذا سيكفي كي يتذكروا وجه الشخص العدو ودقوا جرس الإنذار عند رؤيته في المرة القادمة. انظروا ماذا فعل الباحثون من جامعة واشنطن لتأكيد هذه النظرية. لقد قاموا بتحضير قناعين. القناع الأول كان عبارة عن وجه الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد شيني، والقناع الثاني هو شخص آخر قام في وقت سابق بإيقاع مجموعة من الطيور في الفخ، لكنه تركها تنطلق إلى الحرية بسرعة. كل ظهور لهذا القناع كان يثير جلبة واستياء السرب، ليس فقط وسط أفراد الضحايا السابقين،
ولكن وسط أفراد السرب العاديين. أما قناع الرئيس الأمريكي السابق لم يثر لديهم أي ردة فعل. تم تكرار التجربة بعد 5 سنين، وكانت النتيجة واحدة تقريباً.